مشروع جاهز افضل شيء. قيد الانشاء افضل واربح. اللي يبغى قيد الانشاء اكيد حيستنى فتره، ولا تنسوا انه هذا المشروع اطلالته حلوه. على فكره الاطلاله مو مهمه، اهم شيء العائد. العائد انت لازمك اطلاله، ما تبغى الاطلاله تكون حلوه. اوكي تمام، اطلاله والخدمات مهمين، بس نحن لازم نركز اكثر شيء على الربح. اذا مكان ما فيه خدمات كيف العائله راح ترتاح فيه؟ المكان المخدم ما عاد تستفاد منه كثير لانه صار جاهز والسعر ما عاد يفرق فيه، وخذ مساحه صغيره اسهل واربح. بالعكس، ما في احلى من السكنه في شقه كبيره وشريحه. لا انت طلبك استثمار واتفقنا انه قيد الانشاء، فالطابو اكيد حيكون ارتفاع. انت تبغى تسكن، فالمشروع لازم يكون جاهز، والطابو اكيد حيكون اسكان. مهما كان توجهك، تاكد انه فريقنا راح يقدم لك احسن استشاره مجانيه. لانه بالعقار ديل افضل دليل.